مهلا يا زينب، وصلنا ل نحن ومشاهدينا وصلنا لمسابقتنا هسه. وسؤال المستمرة خلال أيام العيد واللي عم ترافقنا فيها أكيد زميلتنا هالة السعدي. صباح الخير هالة. صباح الخير ليا. صباح الخير من جديد. يسعد صباحك. يسعد صباحك زينب. كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير. فرصة حلوة كتير انه طلعت معك آخر أيام العيد. أكيد. وأنا كمان نفرح مشاهدينا ونقول له ان شاء الله كل ايامكم اعياد. وانا زعلانه صراحه انه اخر يوم بدي طل معكم وعلى جمهورنا. اكيد هالة كل عام وانت بخير وعائلتك ان شاء الله بالف خير. وانت بالف خير ان شاء الله. خلينا نعرف هالة مين فاز بمسابقه امبارح. امبارح فاز معنا شخص اسمه ناصر حربة. وشو الجواب؟ والجواب كان هو الممثل القدير السوري نهاد قلعي اللي كلياتنا طبعا بنعرفه. فبنبارك لناصر بدعوه الى غداء او عشاء بمقهى المكتب لاربعه اشخاص. نعم. اكيد بنقول له مبروك. الله يبارك فيك. مبارك لكل حدا ربح معنا. ويا هالة اليوم سؤالنا الاخير ومسابقتنا الاخيره لليوم، ومثل العاده هالة ما بتصعب علينا. لا ما رح اصعب عليكم حتى تعرفوها اكيد فورا. اوكي تفضل. مشاهدينا نحن وياكم رح نعيش دقائق مع شخصيه تركت بصمه بتاريخنا العربي والانساني. بنتذكر كثير من تفاصيل هي الشخصيه، وبنترك لكم مهمه معرفه اسمه لشخصيتنا لليوم. معلوماتنا عن الشخصيه بعد الفاصل. شخصيتنا لليوم شاعر وأديب سوري، ولد في مدينة السلامية بمحافظة حماة عام 1934. تلقى تعليمه في السلامية ودمشق، وكان فقره سببا في تركه المدرسة في سن مبكرة. كانت السلامية ودمشق وبيروت المحطات الأساسية في حياة أديبنا وإبداعه. عمل في الصحافة حيث كان من المؤسسين. احترف الأدب السياسي الساخر وألف العديد من المسرحيات الناقدة التي لعبت دورا كبيرا في تطوير المسرح السياسي في الوطن العربي. كما كتب الرواية والشعر وامتاز في القصيدة النثرية التي يعتبر واحدا من روادها. وله دواوين عديدة. في السبعينيات عمل أديبنا في دمشق رئيسا لتحرير مجلة الشرطة، حيث نشر كثيرا من المقالات الناقدة في صفحة خاصة من المجلة تحت عنوان الورقة الأخيرة. وفي تلك الفترة بحث عن وسائل أخرى للتعبير من أشكال الكتابة تكون أوضح أو أكثر حدة، فكانت مسرحياته المتوالية ضيعة تشرين وغربة وكاسك يا وطن وشقائق النعمان. وفيها أراد كاتبنا وأديبنا مخاطبة العامة ببساطة دون تعقيد، وهو واحد من الكبار الذين ساهموا في تحديد وهوية وطبيعة القصيدة النثرية في سوريا. في ظهيرة يوم الاثنين من 3 نيسان من عام 2006 رحل أديبنا عن عمر ناهز 72 عام بعد صراع امتد لأكثر من 10 سنوات مع الأدوية والأمراض عندما توقف قلبه. يعد أديبنا أحد أهم رواد قصيدة النثر في الوطن العربي. كتب الخاطرة والقصيدة النثرية وكتب الرواية والمسرحية وسيناريو المسلسل التلفزيوني والفيلم السينمائي. امتاز أسلوبه بالبساطة وبميله إلى الحزن. بالختام مشاهدينا اكيد عرفتوا مين بنقصد ومين بناني. بدنا اياكم مثل العاده تبعتوا لنا اسم الشخصيه بالكامل على رابط الاخباريه السوريه على الفيسبوك، وناطرين اجاباتكم. وبدي ودعكم اكيد واتمنى لكم ان شاء الله ايام كلها عيد وكلها سعاده، وان شاء الله دائما منطل عليكم بالافراح وبانتصارات الجيش العربي السوري يلي بنوجه لهم تحيه. لولاهم ما كنا عشنا هالعيد هذا بهالبهجه وبهالسرور. وينعاد عليكم كلياتكم. ينعاد عليكم. ينعاد عليكم هلا. مثل العاده في اقول؟ لا ما في تقول. ما فيني اقول. ما فينا نتخشش. ممنوع تخشش. طب فينا نحن نجاوب ونربح كمان الدعوه؟ طبعا انتم اصلا نحن وياكم ثلاثنا ربحانين مشاهدينا وتواصلنا معنا اكيد. اكيد بدنا نرجع نذكر هلا انه اول تعليق رح يربح دعوه لاربع اشخاص على الغداء او العشاء من مقهى المكتب. اكيد شكرا لك. اكيد هلا قبل ما نختم معك بنذكر كل مشاهدينا يبعثوا اسمهم الكامل حتى يقدروا كمان نقدر نعرف عنهم المعلومات. بدنا نشكرك كثير وان شاء الله هيك كمان دغري يكون اجى اول جواب يعني. شكرا لك هلا. شكرا اكيد زينب.